واش الخوت كي دايرين بخير؟ كلشي مزيان. مرحبا بكم في فيديو جديد ومرحبا بكم في فلوغ جديد. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غيكون حول واحد المشروع صغير ان شاء الله غنبداوه هنايا في الدار في المحل ديالنا ان شاء الله. وبغيت نبارطاجي معكم جميع المعلومات وجميع المراحل كيفاش من ابتداء من التجهيزات الاوليه للاصلاحات كيفاش صلحنا المحل وكيفاش درنا وشنو غندير في هذا المشروع. المهم خليكم معايا، دابا نمشيو نهبطوا لتحت ان شاء الله للكراج ونوريكم المحل كيدير وغتشوفوا معايا المراحل كيفاش غنستفوا داك الشيء بعد ديك السلعه ونستفوا المسائل. حنا هبطنا دابا للمحل ديالنا كيف كتشوفوا معايا، هذا هو المحل باش نقلب الكاميرا باش يبان لكم كلشي مزيان. فوالا الخوت، دابا هذا هو المحل كيف كتشوفوا معايا، درنا هاد لي فيترينات هنايا، كاين هاد لي زيطاجير وهاد الفيترينات هنايا اللي غيكونوا نستفوا فيهم السلعة. كاين باب هنايا وباب هنا. دابا غنحاولو نطويو هاد الجاج و هاد الفيترينات حيت تغبرو شوية شحال هادي، باش تقريبا هادي شي شهر دابا باش صوبنا هادشي وخلينا سدينا قبل ما تقدينا السلعة. وأنا غنوريكم دابا السلعة اللي تقديت. المهم المشروع اللي غندير، نسيت ما قلت لكم المشروع ديالاش، هو المشروع بحال ديال المكياج، ندير بيع مواد التجميل والمكياج وكلشي، أي حاجة كتعلق بالتجميل والمكياج كلشي غنديرو إن شاء الله. وغنوريكم السلعة اللي تقديت في كازا حيت أنا والله جيت الكبير، تقدينا شي سلعة في كازا أنا غنوريها ليكم. وتقريبا راه باقي مكملناش السلعة، باقينا شي حاجة وغنمشي مازال نتقداها هنايا في الطريق ديال شي زكي إن شاء الله. شوفوا معايا السلعة اللي تقدينا، كاين هاد الشكاطونات قدينا تبارك الله السلعة، الله داكشي غير الجديد إن شاء الله اللي غتشوفوا معايا هنا. وكاين درنا حتى الملابس الداخلية والزيوفة كلشي كاين. المهم دابا كما قلت لكم غنكملوا التنظيف ديال المحل وغنبداو نستفوا إن شاء الله في السلعة. يلاه خليكم معايا. خود دابا سالينا النيطواياج ديالنا، كتشوفو المحل دابا نظيفناه، بقينا دابا غير تستافد ديال السلعة. فوالا هي السلعة ديالنا، دابا جبدناها من الكراطن وستفناها ودرنا كل حاجة والأثمنة ديالها. ودابا غندوزو لمرحلة التساف، غندوزو نستفو السلعة دابا في ليزيطاجير. كيف قلت لكم راه باقا خاصة أنا شي سلعة، دابا غنستفو هادشي اللي كاين ومن بعد داك الشيء اللي خاص غنمشيو نتقداه في زكا ان شاء الله ونكمل معاكم الفيديو. دابا ان شاء الله راه ما غادي نلوحو ان شاء الله في يوتيوب، تنسالي تنديرو الافتتاح ديالو ان شاء الله، نوجدو كلشي وغندير لكم فيديو واحد. ما بغيتش ندير فيديو ديال التحضيرات الاولى، غاش ندير فيديو ديال الافتتاح بوحدو، غندير فيديو واحد فيه كلشي ان شاء الله. يلا خليكم معنا. كيف تشوفوا معايا باقا عندنا الخوا بزاف، باقي خصنا نعمرو البلايص بزاف، هاد البلايص هادو باقي خصنا نعمرو الفوق، هاد ليزيطاجير باقي مازال خاص السلعة، وتا هنايا تقريبا باقي خاصين كاين ليزيطاجير باقي خاويين. كتشوفو معايا هنايا تا هو هنا ستفنا داكشي ديال الكورة و لي فوندور تاه، وهنايا درنا تا هما عمرنا، يعني باقا لنا هاد البلاصة هنايا.
وباقي لنا شي سلعه هنا غنستفوها في البلايص وهنا وباقي لنا هنايا الفيترينات حتى هما غنعمرهم داكشي ديال لي زاكسسوار مواكان وداك زاكسسوار مواكان والسناسل ولي بارفان حتى هما ستوتنا شي حاجه وباقا غنجيبو شي حاجه. المهم غدا ان شاء الله غنهبط لهاد واحد الجمال وناخذ داكشي اللي باقي خاصني يلاه حتى غدا نتلاقاو عندو ان شاء الله. فوالا الخوت حنا جينا دابا عند مول الجمله كناخذو داكشي اللي باقي خاصنا صراحه عندو شي حاجه زوينه هنا في المحل والله نشوفو المحل كبير تبارك الله. المهم نتقدم داكشي اللي باقي خاصنا ونمشيو للدار باش نكملو السيف ان شاء الله. يلا نتلاقاو في الدار. فوالا الخوت حنا دابا تقريبا سرينا كلشي كلشي ديك السلعه اللي تقدينا البارح عند الجمال استفناها ومازال زدنا شي حوايج اخرين زدنا شي سلعه الطاجيره اللي كانت خاويه تقريبا راه هي عمرات حتى الطاجيره اللي كانت هنا حتى هي كلشي عمر صافي. انتم كتشوفوا معايا المسائل كلشي واجدين تمروا الحليب راه هما درناهم تما. دابا بقينا ان شاء الله غير الافتتاح ان شاء الله الافتتاح غنديروه يوم الاثنين غدا في الصباح غنديروا الافتتاح ثاني غدا الثلاث ان شاء الله غنديروا الافتتاح ديالنا. المهم خليكم دابا نمشيو نطلعوا نرتاحوا ونتلاقاو غدا ان شاء الله في الافتتاح. يلا خليكم معنا. فوالا الخوت حنا دابا غنبداو الافتتاح ديالنا المحل ديالنا هو هذا. يلا بسم الله توكلنا على الله اللهم يسر يا ربي يسر يا ربي. فوالا الخوت كيشتو معانا حنا دابا درنا الافتتاح ديال المحل ديالنا. كيف قلت لكم كاين باب هنا وباب هنا. دابا ندخلو لداخل نديرو واحد الجولة الأخيرة في المحل تشوفو تشوفو داكشي اللي حطينا ليكم هنايا تشوفو داكشي اللي تقدينا والسلعة تقريبا داكشي اللي كاين هنا غير الجديد غير الجديد مكايناش شي حاجة اللي قديمة كلشي أغلبية كلشي موديغ. يلا ندخلو نديرو واحد الدويرة شوفوا هذا الشيء فيه. فوالا الخوت كيف شتو معانا وصلنا للنهاية ديال الفيديو. نتمناو من الله سبحانه وتعالى أن ييسر لينا في هذا المشروع هذا. تمشينا الأمور كلشي بخير على خير. وقبل ما ننسى أن الموقع ديال المحل فين جا ضحكني الوالد الحاضري اللي كيشوف فيه.
وين ما حاجه في مدينه عيش ملول بالضبط تجزئه عيد سعيد اولا حي القباج. هذا الحي اللي ساكنين فيه عنده جوج سميات، اللي كيقول لي تجزئه عيد سعيد كيقول لي حي القباج. بالضبط حدا معامل سوس، الناس اللي ما عارفينش هنا يجيو حدا معامل سوس، المحل ديالنا كاين هنا. جيو مرحبا بكم، اسمينا مناسبه في المتناول، راه مرخصين شويه على المحلات الاخرين. جيو مرحبا بكم، يعني كلشي كتقصد البنات، البنات والدراري كلشي كاع لي برودوي ديال الدراري ديال الدراري. الدراري تقريبا عندنا غالبيه غير الدهنات والروايح، المهم شي حاجه اللي زوينه ماشي شي حاجه اللي عيانه وصافي. والاغلبيه كاينين داكشي ديال البنات، العفوره ولي فون دو تان ولي فاراجو لي باليت كلشي، داكشي شامبان دي ميلون كلشي موجود. المهم مرحبا بكم والف مرحبا اللي جا، مرحبا به سواء هنا من ايت ملون من اكادير ولا اي بلاصه جا عندنا مرحبا به. يلا كنتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وتبارطاجيوه. يلا نخليكم دابا نتلاقاو في شي فيديو جديد، تهلاو في راسكم، باي.